وينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رائف. يعني سيد جمال، بعد التحية، برأيك ما دلالة توقيت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر؟ زيارة هي الأولى من نوعها منذ 12 عاما، وزيارة وصفت بالتاريخية وبالتالي لها دور في إعادة الدفء للعلاقات بين مصر وتركيا. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. بالتاكيد زياره تاريخيه ولحظه ايضا فارقه في مستقبل العلاقات المصريه التركيه، واعتقد ان هذه الزياره بالفعل هي بتؤسس لمرحله جديده في العلاقات المشتركه ما بين البلدين، وترسم ملامح فتره اعاده الثقه والتعاون ايضا المثمر والبناء، خصوصا ان الان توفرت الاراده السياسيه لبناء علاقات اكثر جوده واكثر قدره على تعزيز التعاون المشترك. وجدنا في الحقيقه منذ عام 2021 تحديدا يعني محاولات لاعاده العلاقات الى جودتها، وبالتالي نحن اليوم في يوم تتويج هذه الجهود التي استمرت خلال الثلاث سنوات الماضيه من خلال الاتصالات عبر الدوائر الدبلوماسيه، وايضا عبر طبعا القيادات السياسيه واللقاءات على هامش الفعاليات الدوليه، وصولا لهذه الزياره التاريخيه التي تفتح صفحه جديده في العلاقات المصريه التركيه. وفي الحقيقه هذا له مردود ايجابي سواء على صعيد العلاقات الثنائيه التي لها ايضا ابعاد تاريخيه وثقافيه وشعبيه، او حتى على صعيد طبعا الاوضاع الاقليميه والقضايا الاقليميه. ولهذا يراقب المجتمع الدولي عن كثب في الحقيقه هذه القمة، ويراقب يعني المشاورات المصرية التركية على مستوى القادة، لأنها لها أثر إيجابي على صعيد الكثير من القضايا الإقليمية وطبعا على رأسها القضية الفلسطينية. إذا تحدثنا في البداية على أثر يعني هذه الزيارة على صعيد الثنائي، فهنا في المقام الأول يأتي الشق الاقتصادي. نحن نتحدث عن علاقات اقتصادية لم تتأثر حتى في ظل تباعد الرؤى السياسية خلال السنوات الماضية، بل كانت في تنامي ملحوظ. وصل التبادل التجاري ل 7 مليارات دولار، حجم الاستثمارات التركية في الداخل المصري 2.5 مليار دولار، وأيضا الآن هناك خطة عمل لتعزيز التعاون التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار. وأعتقد أن المشاورات والحديث الآن عن أيضا استخدام العملات المحلية سوف يعني يعزز من هذه الخطة للوصول بهذا التبادل التجاري إلى الرقم المنشود. نعم، شهدت العلاقات بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة العديد من المحطات المهمة والعديد من المباحثات الاستكشافية، والتي تعكس عزم القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة على العمل نحو تعزيزها. كيف ترى جهود وثمار الثلاثة أعوام الماضية؟ بالتأكيد منذ أن بدأت المباحثات الاستكشافية في الحقيقة كان هناك جهود على كافة دوائر صنع القرار سواء في الداخل المصري أو في الداخل التركي لبدء يعني صفحة جديدة كما قلنا، يمكن من خلالها تعزيز التعاون على الصعيد السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي والشعبي وكافة الأصعدة. وبالتأكيد يعني يمكن حتى السيد الرئيس من خلال لقاءاته على هامش مثلا قمة مجموعة العشرين، أو طبعا مع افتتاح كأس العالم في قطر، أو حتى على هامش أيضا القمة العربية الإسلامية، كانت هناك مباحثات على مستوى القادة، ثلاثة لقاءات جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي على هامش هذه الفعاليات، ساهمت بشكل كبير جدا في بناء مستقبل هذه العلاقات. أيضا وزراء الخارجية تبادلوا الزيارات، وأيضا وقوف مصر بجانب تركيا ودعم مصر خلال يعني كارثة الزلزال في الفترة الماضية أيضا عبرت عن يعني الشعور الطيب من الدولة المصرية تجاه أيضا الدولة التركية، وهذا أيضا كان له يعني مردود إيجابي في بناء العلاقات وإعادة الثقة ما بين الدولتين. وبالتالي الثلاث سنوات الماضية بالتأكيد شهدت زخم كبير جدا في ما يتعلق بمسارات العمل الدبلوماسي والسياسي لإيجاد الآن محطة هي الأهم، محطة المشاورات على يعني على مستوى القادة في قمة قادة في القاهرة. وبالتالي هذه القمة في الحقيقة هي فرصة مهمة للغاية ومحطة مهمة للغاية
لبناء مستقبل أفضل للعلاقات المصرية التركية التي لديها تاريخ في الحقيقة زاخر بالعلاقات القوية للغاية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو على مختلف الأصعدة، وبالتالي يعول على هذه القمة في الحقيقة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية أو فيما يتعلق بالشق الإقليمي. وحتى فيما يتعلق بالشق الإقليمي ظهر التنسيق وظهر التشاور يعني جليا مع تصاعد الحرب في قطاع غزة. رأينا اتصالات مكثفة ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بداية هذه الحرب، واستمرت هذه الاتصالات سواء على صعيد القادة أو على صعيد وزراء الخارجية. وأيضا القمة اليوم أعتقد أن غزة سوف يكون لها نصيب الأسد في مشاورات القادة، لأن طبعا هذه القضية هي القضية الأبرز والقضية المركزية في المنطقة، ونحن الآن نتحدث عن مصر وتركيا الدول الكبرى في المنطقة وأيضا في المجتمع الإسلامي، ولديهم القدرة الآن من خلال التنسيق المشترك لإحداث إفادة كبيرة جدا للقضية الفلسطينية. نعم، تحدثت عن الشق الإقليمي وعن هذه المباحثات التي تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قراءة في مستقبل العلاقات بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة بدءا من حرب غزة والوصول إلى وقف إطلاق النار والعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، ويعني بالتأكيد أكيد هناك نوع من أنواع التوافق في الرؤى بين مصر وتركيا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وأيضا الملف الليبي المشتعل والوصول إلى الانتقال السياسي للعملية السياسية في ليبيا، ومرورا أيضا بما يحدث في الصومال وانتهاك إثيوبيا لأرض الصومال لاند للحصول على منفذ لها على ميناء بربرة، ناهيك عن ما يحدث بالطبع في السودان واليمن وخلافه في المنطقة. كيف تقرأ هذا المستقبل يعني بين مصر وتركيا باعتبارهما يعني لهم ثقل في المنطقة العربية؟ بالتأكيد، ومن هنا تأتي دلالة التوقيت وأهمية التوقيت الخاص بإنعقاد هذه القمة. فإنعقاد هذه القمة في هذا التوقيت الذي يشهد الكثير والكثير من التوترات الإقليمية وعودة الدفء ما بين القاهرة وأنقرة في ظل كل هذه المتغيرات الدولية والإقليمية في الحقيقة هو يعني بشير خير في الحقيقة، وينذر بخير كثير جدا، لأن التنسيق ما بين القاهرة وأنقرة من وجهة نظري في ظل هذه التوترات ينعكس إيجابيا على إيجاد عمل ثنائي داعم لمسارات الحلول السياسية في هذه الأزمات، خاصة كما حضرتك أوضحتي طبعا القضية الفلسطينية في المقام الأول. اتفاق الرؤى وتوافق الرؤى ما بين القاهرة وأنقرة سواء فيما يتعلق بدعم المسارات الخاصة بالحلول السياسية، رفض التهجير القسري، دعم العمل السياسي أيضا المصري الجبار الذي يعمل على المسار السياسي والإنساني، ودعم تركيا لهذا المسار أمر مهم للغاية. مصر تحتاج لدعم كافة الشركاء الإقليميين والدوليين فيما يتعلق بعملها المستمر سواء على صعيد الحلول السياسية وإيجاد هدنة ووقف إطلاق النار وإحياء مسار السلام، أو على صعيد المساعدات الإنسانية وحشد الجهود الدولية الداعمة للدور المصري في هذا الإطار. وبالتالي التنسيق المصري التركي أعتقد أنه مفيد للغاية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية أحد الفائزين من عودة الدفء للعلاقات المصرية التركية، لأن حينما تعمل القاهرة وأنقرة بتنسيق وبعمل مشترك بالتأكيد هذا يخدم القضية الفلسطينية. أيضا على صعيد طبعا القضايا الأخرى وعلى رأسها القضية الليبية، بالتأكيد هناك الآن يعني حاجة ماسة لإيجاد أيضا توافق في الرؤى حيال هذه القضية ودعم المسارات السياسية، خاصة أن كافة المسارات الأخرى في الداخل الليبي أثبتت فشلها. لا يوجد الآن في الداخل الليبي أي حل سوى دعم المسار السياسي لبناء سياسي قوي في الداخل الليبي يساعد الدولة الليبية على النهوض مجددا والاستقرار وإعادة بنيتها الاقتصادية والتنموية. وبالتالي أيضا الاتفاق في هذا الأمر فيما يتعلق بالقضية الليبية أعتقد أنه مفيد للغاية، وأيضا يعني سوف يكون التنسيق المصري التركي له مردود إيجابي بهذا أو في هذا الشأن. أيضا طبعا السودان الشقيق دولة عربية ودولة إسلامية وتحتاج إلى أيضا دعم مصري تركي وتنسيق للمواقف حتى يعود الهدوء للداخل السوداني. وبالتالي أنا أعتقد أن القضايا الإقليمية بشكل عام رابحة من إيجاد الآن هذا التنسيق المشترك ما بين القاهرة وأنقرة.
نعم أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال رائف.